قليت المرقة بفورشي، أقسم بالله العظيم. أنا معاكم الدراري، وسمحوا لي حق الكونش بعتو، سمحوا لي حق الكونش مشى، سمحوا لي بزاف، حق الكونش مشى سمحوا لي بزاف. واحد جا عطاك 5 مليون كاش في الكونش، واش غادي تخليه؟ واش إنسان طبيعي؟ علاش أنايا ما نصوب السطلة ب 12000 ديال الدمار الشامل ونبيع الكونش؟ حيد 12000 شيطالك شحال؟ 4 مليون و 172. إذا الدراري بغيتكم زعما كذا، ولكن راه سمحوا لي بغيتو تعاونوا معايا في هذا الكونت، بقاو بغيتو تمشيو سيرو، بغيتو تسبوني سبوني، أنا سبوني، أنا هاديز فيلم مصري، أنا سبوني. بعت الكونت الدراري 5 مليون، ومن كان يحب إلياس، من كان يحب داك الكونت راه مات، ومن يحب إلياس فإلياس حي يرزق. الكونت بعتو ب 5 مليون، دري مقود عليه، جاتو هاد الفرصة، ما غاديش تسمح ليه. هو باع خويا مالو، باع شرف ورا كونت ديالو، طلعو نتوما بغيتو تبقاو بقاو، بغيتو تمشيو سير، باش انا ندبر على راسي. كونت راه ما مشاش، كونت تباع، تباع القحبة في الامارات. صافي هاد الموضوع طويل الدراري، و حتى لا مشى غيكون تباع. انت انا خدمتي دابا هي التجارة في البشر في الانترنت، نجمعكم ونبيعكم، نجمعكم ونبيعكم. بغيتو تبقاو بقاو، ما بغيتوش انا ما مشيت ليوتيوب، ما مشيت لتيشويتش، ما مشيت لتيك توك، وانتوما ساهموا معايا في هذه العمليه، وبقاو تنقلوا او تنقلوا، دبر راسكم شي مني تجمع الكونت سيروا، الله يسهل عليكم. راهم ناكونا صاحبي، راه حنا خصنا ندبروا على راسنا شويه. ياك ياك أما أحسن نبيع الكونت ولا نبيع شرفي؟ أما أحسن نبيع الكونت ولا نبيعو ونتباع معاه بحال كوبنهاغن؟ ها هو بيع الكونت ونبيع معاه، بوزيكا بيع الكونت ونبيع معاه، أما أحسن أنا؟ كيتقطر ليا هادشي، أما أحسن؟ عندكم دقيقة فلو فكروا، غنخدم لكم، غنخدم لكم شي أغنية ديالي. عشت في الجيل تضرب كارتوش وتفهم الماني، نعيش ونفوق مش كل فلوس اشتانكم براني، وين التواجم لمعاني تدخل في الموني، حشيشة للسوب صبارة للدوب، نعرفوا لي الصوب وحدي والعوب، صاحبي اسبوع ما جاني نوب 50 جرام، هي في الدل وانا بالدل، رزقي للدل الاساسي شعوني كان كنزيري قليل كنز ولا الانصار كخاطية اللي باندي شد كي قاضي باكي فاضي كومي باندي low battery please charge. علاش مصباح وتك تشارجا كيف عمي زلا باندي انا مرمح عندي كلام نيك من عرشي انا مرمح عش صاحبي كونسي ما تنسيش غير كلمة صاحبي تنسيش عرس من الحلمة الله كيف عمي زلا باندي انا مرمح عندي كلام نيك من عرشي انا مرمح صاحبي كونسي ما تنسيش غير كلمة صاحبي تنسيش low battery please charge. رد فينا سبديه بهب سمينا اللي دي فرسينا الكاجة مش تعرف انا لي حلاب دار العشرة بنيته بزجاجة اليوم اجا وقت الحيسة بخبطة لاكا ربينا هي اجا مفضل التطرف حيط حيط شكون شاف صاحب شق في الاسعاف صاحبي طيح في الشبكة راح تخدم حبس قبل بي طرف هاك تكني كمل فوق راح يخلي مرة فوق صوم صم العقرب وحدك تركب تسمع ترهب في كتوك نظرة بصوم جاب باك دور اليوم الدراري صافي عيقتو صافي مداو اللايف صافي مداو اللايف الدراري هاد اللايف ما كنتش باغي نديرو بحال هشام من الاولي الفيديو ما كنتش باغي نديرو ولكن درتو غير باش نوضح واحد اللعيبه
استغفر الله العظيم غاديين كيف على واحد التفاح نشدو ويسو سبك سبك عدنان عدنان الوردي اللي كان كيلعب مع الدفاع اجي اجي كونيكسيون مزيانه حيت كنت داير الكاتجي ومني خرجت برا واقيلا دار الويفي شوفو دا واش مزيان ولا نعاود الله يبدل شوفو واش مزيان disconnected شوفو واش كونيكسيون مزيان الدراري باش نداو اللايف الله يرحم لكم الوالدين راه حنا ما ناقصينش حضره بزاف اصاحبي الله يحفظكم شوفو الشرجم ديال دراغانوف ولاتي نحقق المكان الحلم ديال ام بي 1 مع شي قرعه ديال الروش شي فنيده كملت الحلم دابا الحلم ديال اي واحد هو انا هو هكا كادا دروك بالزيت فلوس بيت ماشي كاي بيت عرفتي بيت كيدير ماشي كنفوح عليكم ولا شي حاجه ولكن والله حتى كانت غتخسر عليا 5000 درهم تخسرت عليا 2 مليون ونص الكوير العود الالومنيوم الحديد ولا شارج الغازو بيرو كرسي اي حاجه جوج المليون وصلت خسرت عليا غير باش نريح مزيان وباش ما نريحش انا في بيت جدي بيت ميت فيه جدي وانا داير فيه كوميديا حامضه كون بعدا كنت مشرف لجدك بعدا في داك البيت الحامض اللي ولك على قبل على قبل طنوبيل في تيك توك يا ولد القحبه كتنوض كتشطح فوق ناموسي ديال جدك ما بغيناش نسميه بويزيكا الدري اللي كيسكن في تازه على قبل طنوبيل في تيك توك نايت تشطح برجلك مسخين فوق يا ولد القحبه الناموسيه ديال جدي يا ولد القحبه ما تباعتش بحال ديال حسني مبارك دابا باقا محطوطه كتصبن وكذا ومحطوطه في بيتو مخلي لي بيتو يا ولد القحبه بيتو وليتي تدخل تدخل لي الدريات وليتي تاكل فيه المعجون وليتي لاصلاص اللي ولك قرن العشرين هذا يا ولد القحبه وباقي كتباع العبد يشريك واحد يطلع بك لي زابوني ونتايا دوي عليا انا سيد الملوك ماشي سيد الرجال سيد الملوك ماشي الملك الله ينصر سيدنا مع الملوك ديال الانستغرام مع الملوك ديال ماشي على الشيء الاخر الملو اللي خرج من الحبس وي خويا الشتا الصباح سمعتها في الراديو ما عرفت واش كان خدم هو التليفون ولا الراديو المهم سمعتها وقلت لي لوح ليا الفيديو في الواتساب من الاول خرج طبيعة الحال عرفت مدينة مكناس ضجة إعلامية كبيرة مؤخرا اللي كان أحد الأطراف ديالها هشام الملولي مجموعة من المعطيات اللي بدأت كتروج ومجموعة نتاع المغالطات ربما نقوله لذلك اليوم هشام معنا باش يوضح مجموعة الأمور سواء المتابعين المغاربة داخل المغرب نقوله كانتي هشام مرحبا السلام عليكم اولا تحيه لجميع المغاربه داخل الوطن وخارج ارض الوطن اول حاجه سمحوا لي على هذه الخرجات الاعلاميه حيت انا سمحوا لي على هذه الخرجات الاعلاميه حيت انا ايدن هازارد ولا حيت انا ابراهيموفيتش مع خرج من الحبس بدا بخرجات اعلاميه بغيت مبرك يمكن شي ان الصحافه المغربيه ديالنا تكبر بيا وبغاو يديروا معايا انترفيو ونقول لهم لا ولا نردهم ولا شي حاجه خصوصا شي حاجه كتعلق بالوحده الترابيه ولا شي حاجه اللي كتقيس وكتمس البلاد ديالنا وثاني حاجه اسمحوا لي على النظر حيت ما عارفين فاش كنت خويت ليسانس الطريق شويه فين ما كنقدش نحل عيني في الضو صافي مزيانه ليا هادي انا طارت معاه ندير بيل فهمتي بقى ندير لي بيل في عيني وكندخل لي هاهي نقطه شديناها كمل شنو المشكل اللي باقي فيك عاوتاني المهم شنو الاسئله ديالك اللي غتسولني مرحبا الحمد لله بعد على سلامتك كيبقات العين لان كيبقات العين الاماراتي غنشوفو عينو كيبقات الدراري دير الدواء دابا وبخير الحمد لله هو شويه ديال ما كنقدش نحل عيني في الضو مزيانه ليا بي لي فرا ربما نسولك كسؤال اول اشاره لحقيقه ما واقع اشاره المرور اشاره بشكل عام فقط صوني قولي شنو باغي باش نمشي يعني بدايه كان عندك يعني تعرضتي لواحد الهجوم ترست لك السياره كان يعني مجموعه كان ديكلاريتي عند الدرك الملكي ثم عند الامن الوطني واش هذا الفيديو قبل ما يتشد ولا فاش تشد
هذا انديبوندون. هاد الفيديو واش قبل اه ها هو هو ها هو هذا فاش خرج هذا فاش كانت شد تام هو الانتاج السمعي البصري اللي كتقدم خدمات متنوعه لسائر المؤسسات الخاصه كي دايره عبر ضاء والاجتماعي كي دايره ركعه خوات خرج من الحبس كيكون لا زعما غير كيفاش دوزتي هاد الايام هادي ودابا حاليا واش انت مزيان صحه مزيانه الناس كيسولوا عليك كلشي كيسول على هشام كيبقى خرج من ربي لحيه دخل الحبس ربي لحيه باش مي انا كنت محتاج لكم وكنت محتاج الناس باش كنت في الحبس ما دابا خرجت من الحبس ما بقيتش محتاج حتى واحد انا كنكسول فيا كلشي كيقول لي هشام شنو خاصو كانوا القنوات كيخرجوا فاش بغيت تقول الناس اللي كانوا متعاطفين معاك كانوا كيديروا في اليوتيوب حلقات هذيك كيقولوا كلنا مع هشام وكيتمناوك انك تكون بصحه جيده قلنا خويا انا كنشكر اي واحد كان متضامن معايا شكون كان متضامن شكون كان متضامن معايا شكون كان متضامن ترى هذيك اللي هز الميكرو ما كانش متضامن معايا كلشي هادشي اللي غادي نقول اما دابا خرج من الحبس راه فهمتي ما خرجش من دار الاوبرا ولا علاش ما كنبغيش نمشي للانترفيوات ديال المغاربه داروا لي موسيقى ديال لالارم هو مني تم غادي خاصهم يديروا لي شي موسيقى ديال كارل ليون داروا لي موسيقى ديال لالارم شو ديال الفياق الصباح شو هادي راه واخا تكون ما عادش ناوي ما غتبانش مهيب بينوه مظلوم اصاحبي بان مظلوم شو شو الموسيقى والانتاج السمعي والله ينهض اللي كتقدم خدمات انا كنشكر دار الاوبرا ولا سلامتو داروا لي لا لاغ من هاد القحاش المهم على سلامتي هشام من الاول وريح شويه ريح بوي هشام ريح شويه وثبت وعرف كيفاش تدخل فلوس ايوا 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 بخير مزيان قبل قلبنا لك ما لقيناكش بغينا من عند الاخر الموطور خليتيني غادي على رجلي فين كنت ها اه هبل ها والو ها والو دابا كدور كتسركل ريح قرا الكتاب ها حطاله مزيان كونتر اه هو اللي كونتر ادم انا صالح خصني هي اللي كاينه هزه سير سير انا يعني هي اللي كاينه وكاينه هزه سير دير ليه بانس ابون عاد انا ما عارفش كونترا لقيت كونتر صاحبي مونطي مع فيسبوك شعلته لا والله ما انا ما عارفه سير قرا في جوجل عليه ولكن طالع لي اف كونتر الله يسهل على الجميع سير قرا كونتر سد الباب سد الباب هرب ليا التكساس اليوم فقت مع ثلاثه العشيه جا عندي مرحبا لا 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 دا التليفون ادم 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 اجي اليوم الدراري فقت مع الثلاثه ديال النهار على اهازيز جا عندي مرحبا اليوتيوبر انت اللي كلمتيني المرحبا الصباح واش البارح ولا اليوم اليوم بصح اه تاك بغيله جا عندي مرحبا صافي تقدر تنصرف ادم سد معاك الباب حيت تقدر تنصرف جا عندي مرحبا الدراري لي الدري ملعوبه اللي كيدير فلوغات فقط الصباح فيقتني الوالده قالت لي ابا تكلموا واحد الناس ثلاثه اللي خلينا ناعسين قلت لها واش عاوتاني غا عاوتاني الادرينالين عاوتاني الفيق الشمس وانا متمن وفينا انا وكندوي مع ناس اللي انايا راه كنت كندوي معاهم بالليل راه بالنسبه ليا وما بالليل فكنت بوق حتى كنلقى راسي كندوي معاه الصباح المهم جا عندي الدري مرحبا فيقاتني الوالده بزز قالها فقناش خدير دعاوي الوالدين اخويا قضات الوالدين على الصباح فايت مع الفيق مع ثلاثه العشيه ورضات الوالدين قالت لي نوض الله يرضي عليك شوف الدري نطت عند مرحبا سلمش عليه دري بنتي الجيران دري حلاوه دري 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 حلو اقسم بالله العلي العظيم من بعد مروان من احسن الناس اللي شفتهم في الاحترام وفي الهضره وفي كيفاش كيتاقلم معاك في الموضوع وكيفاش كيقاطعك وكيفاش كيخليك تكمل وتدوي معاه ومسكين سبونطاني دري ود الوقت باغي يدبر على راسه صافي
ستوب زعما باش تسناني شي انا نقول فيه العيوب ديالو نقولهم ليكم وما نمشيش نقولهم للناس كما دار لي بويزيغا. بويزيغا مشى خاصمو مع الناس ديال طنجة كاملين. بويزيغا مشى مسكين عند الناس في مرحبا كانوا كيعيطوا لي الناس ديال طنجة كيمشي كيبرك تما كادي يعيش معاهم بخير يضحك معاهم يفوز دوك الناس باغيين يضحكوا لاباس عليه. انت حسبتيه بويزيغا مشيتي بديتي تخور عليه دوك الناس خليتيه مخاصم دابا معاهم وانا ما نديرش داكشي ولكن ندويت نقول فيه عيوب كما فيه ايجابيات في عيوب. مثلا في القهوه كيغوت في القهوه كيدوي على الجهد كيقاطعك وكيزعم عليك بنادم ماشي ما ولكن هو كبيرسوناج بيبليك زعما بخير والله حتى الحمد لله تلاقيت معاه ود الناس ومن راه ماشي اي واحد نشوفونا عندك قديش جاي شي واحد دار بزز وصدق صدق مزيان بعد المهم هو صدق مزيان. اما عندنا قد ايجا مجا شي واحد عاوتاني زراواق ولا جايره الوالده راه فضيت معاه في هذا الموضوع هذا فضيت معاه صافي والله يسهل عليه مسكين في داكشي اللي كيدير الحمد لله راه ميسر مع الامور اما ستوريات وجندوي في الموضوع واحد الغلط داروا مرحبا دابا هو دار واحد ستوريات انا عارف غير بالحب وبالاهازيز ولكن طاح في واحد المشكل اللي تقدر دابا ندوز فيه 6 شهور ديال الحبس هو التجاره في المخدرات المعسله. دابا الحكومه غتحمل لينا كنبيع المعجون حيت هو دار فيديو غلط اي اسطوره كيوقع لي غلط انا وقع لي غلط. مرحبا مرحبا فريدة ان شاء الله فينا بالرحمه والله الانستغرام ماشي هو ديال الوقت انا دوال البلان هذيك حياه فهمتي ديك حياه وهذيك تبقى حياه كما تخلص الفنان شوفوا اكبر سوق بيع في التاريخ لا ضروري يعني مواقع مرحبا جاي عندي وما نوريش للطبق شوفوا الطبق لا والله حتى شفتوا واحد ما يشوفك حتى مرحبا جاي شفتي عندي كيف على شوف البرطوقه المدمره امبور واش راه على الهواء زويت هذا هو يجين هذا هو يجين من هذا ولا شي حاجه دابا راه تخرج الدري جماعه اخر ستوري مرتك هما الدري مع دابا مرحبا بالسطوري ما قالش راه عشوب قال بربوقه هذيك الكميه كفاها كيلو البوليس غيصاحبوه معجون غيولي مصيفطنا خويا مرحبا ما عرفتش واش هادشي بفعل فاعل ولا هادشي كنتم اورغانيزي ليه باش طيحوا بيا دير زعما هاد ستوري زعما شوف راه جا خدم من عنده كيبيع البربوقه شو شحال ديال المخدرات ما عرفتش انا واش كان القصد ديالك اللي هو غير بالكريز بالباور درتي داك الفيديو وما عرفتيش ولا كان عندك هدف اللي غادي ديني المالي الوقت مور خونا غيطلعوا عليا دابا يقدروا يطلعوا عليا هذوك غير عشوب هذوك غير عشوب الله يرحم لكم الوالدين الدراري هذوك عشوب ديال الاكتئاب عندك جوج معلقات الصباح ملي تفيق مع 3 د العشيه وجوج معلقات مع 6 د العشيه وجوج معلقات مع 10 د الليل ماشي معجون هذاك اخويا مرحبا الله يسهلك كنت غنبان معاه في كليب في فلوق ولكن ما بغيتش حيت غنضربو بكوبي رايت غنتخاصم معاه غنضربو بكوبي رايت والله ما من الاحسن حتى انا كنضرب بكوبي رايت دابا الكوبي رايت راه كاين اللي يدفع جيا فهمتي حيت صاوبت يوتيوب خدمت على الادسنس ها هي كندير اغاني ديال كوبي رايت ما كنتخلصش فلوس كدي مع عائله كارليون ديال الموسيقى ديال العراب حيت انا كنحب داك الفنان مني مات عائلته بقات شاده الادسنس ديالو انا بالعاني كنعطيه من اجل روحو كنعطي لعائلته كندير موسيقته باش الكوبي رايت ترمي وتمشي لعائله كارليون الفيديو الاخر راه مشى لعائله كارليون كامل 5000 درهم ضربوني بكوبي رايت انايا نعرض راسي باش يضربوني باش من اجله مرحبا انسان زوين والله جا ضارب حطه ديال المورفين تيشيرت نزار سبيتي بونطا كورت المورفين فهمتي زبرديات بويزيا دري انتيليجون خفا في شكل
عجبني 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 انا كبيرسونال مو كذا مني بركت معاه حتى انا مني بركت معاه سجلته حتى انا بحال البروفيسور وفي الليل غنعاود التسجيل وغنعاود نزيد ندرسه سجلته جبت معايا سجال درت تحت تحت القهوه وخليت نبقينا داوين سجلت الحوار كله في الليل غادي نطلق الهضره ديالي انا وياه باش نزيد نتاكد منه واش بصح ولا غير كتش الصباح مسلمان تلقى حبه وحده قالت لي مشات الهيبه مشات الهيبه ملاقي مع صوفيا طالوني ها مشات الهيبه مع مملاقي مع مملاقي ملاقي مع دري ود الشعب مسكين جا سلم لي واحد خونا كيصوق ديباناج فان ديالو واحد خونا كيصوق ديباناج كان معاك في القهوة وينوض عند مرحب ما عرفنيش وعرف مرحب بحال ديك التصويرة ديال فاش واحد شاد دينو ميسي مصور هو وماسكيرانو ما عرفتيش انايا هدرت بحال ميسي انايا حضرت راسي درت صافي غير كنستغرق ونقول شو ما عرفنيش وعرف مرحب هو ديمار هاديك ديال ديباناج ديالو ويمشي ليمونية وفيها واحد السلسلة ديال الحديد كتبقى غادا مجرورة معاه أقسم بالله أنا هادي فان ديال نيبال مشا ليا الكونت كونت تباع أخويا مشاش انقلاب هذا إيس تراري ستوما كتبها ليا ما فاهمين صافي راه خدينا بيسي صاحبي راه خدينا بيسي راه غنبداو نطلقو لايف في تويتش غنجر لي قديت نجر يا 200 يا 150 وغادي تمشيو تيليشارجيو تويتش وغنبداو نديرو لايف تما حتى هاد البيت مشي واش انا داير يا شرك بيت بجوج مليون باش ندير فيه لايف في انستغرام خاصني نمشي لتويتش تما صافي طلع ماطو داكشي نمشيو نبركو مع الناس نقيين تما ادم حمريطا او ملاقي ليا مع الوسخ راسيكني في درب خيب خاصني نحولكم انا غنحولكم تويت حيت هنا ولا الوسخ واو هشام من الوليده تخرج عاوتاني يلا قوالت يجي عندي في الطوموبيل هنا ويدير لاكسون نهبط عندي نجيب شي تي في وبان لي ديك اللحيه اللي خارج مربي بان لي ودي الكلب كان كيتريني في الحبس بان لي كان كيتريني في الحبس ماشي بعد مني والله ما نهبط عنده بالي كان كيتريني في الحبس وخارج دار عينيه عندي نقطه وحده ديال العينين ما كيشوفش بهم مزيان ولكن غيكون متريني انا ما فيا الجد دار معايا شي من الاول بحال مدار مع تشاور هولندي تاع راس وقه كبير راس البوطه خويا من دار معاه ما والو ما فهمش الكونسيبت نبعدو منه شي اللي ما فهمش الكونسيبت نبعدو منه اللي فهم الكونسيبت نبقاو شادين فيه ما دور ما فاهمش هذا راه يمشي ديك لاري بكم يمشي يجيب لك شوف تي في شوف تي في تقدر دير لايف ديالك حتى خارج من السبيطار من الوي على الكباندا حتى دار معايا شان من الاول يمشي يتقود مقروضه في شي شوك هذاك ولا شي حاجه يمشي معتمد البارح داير لايف شارب شي جوج ريد بول ولا مارس ولا ما عرفت معجن ولا ما عرفت مالو حتى ما كان معتمد البارح اصاحبي ميلك اصاحبي خبزه ديال الدرهم دير فيها الفرماج وماطيشه وخيشه في الفران وكتاكل فيها حتى مالك مجلخ مالك والخنز معتمد واخا تشوفو شعرو طاب وطويل وكفورمتو مقزب سير دير لك مشيه في تيك توك انت راه ماشي ديال المانس فيزيك وديال البيدي بولدين انت ديال مشيه في تيك توك بقا تتمشى في تيك توك ولبس سيرفيطه واش مغادي ديرها في تيك توك ونبداو نطلعو عليك ونضحكو عليك هذا اللي كيتمشى بفوقيه عرفتي سير صنع لك مشيه في تيك توك عيش بها اما هادشي ديال السبور راه ما عندكش البارح بغيت تقول لهم نعاود لكم ستوري تايم ديالي فاش كنت مشيت لعبت في ازمور جا لعب هنايا في ازمور واحد البطوله شي 5 شهور هذه البطوله شكون مشارك فيها بلا كيف الدراري الدراري الدروبه كذا هو اللي شارك فيها قال راه غنمشي تما نتبع طريق حكيموفيتش حتى انا نبدا نجمع في ميداليات من بحال الدروبه حكيموفيتش راه كان كيشريهم هذوك الميداليات راه شاريهم راه كذوب داكشي اللي معاود له جا هنا الازمور كلاس هو السادس وجاي ودير فلوغ هو داك خباط
هباطي وكذا وجاي داهن راسو 100 كيلومتر وشحال ديال الجهد، وملي تمو غادي راجعين ما كلاوش صافي حتى جاي حتى السادس باقي بغا تاكل مشاو، ملي كانوا جايين كلاو ومني جا هو السادس مشى ما بقاش كلا. علاش هو ولا بحالك مشى تزوج وكي كيديروا كذا ما فلوغات هو مرتو الرياضه ما يقدروش عليها صاحبي، والله ما يقدروا على الرياضه. سهيل في الناس راه كان كيمشي يدير فلوغ تما وكيجي كيمشي انا الفلوغ ما قدرش لك دينا. ما انا كنت ريني عمرك عمرني سمعتوني جيت قلتها لكم، اقسم بالله ما كنحيد انايا من لاصال، اقسم بالله ما كنحيد من لاصال. تيق ولا ما تيقش كاراتي ماشي نجي نقول لك انا عندي فورمه واعره تضربني بالعين ولا شي حاجه، انا كاراتي تريني كاراتي ما بيناش عليا ضعيف هادو داخلين وخيب، ولكن كاراتي بومك نتفرش عليك والله تنضربك ونتفرش عليك نطيح عليك صافي. نمشي نتريني انا ما ندوي عيق على الدريات بفورمات هذيك فورمه هذيك دابا معتمد دعوه الله التدريه وغتشوف غتشوف واحد فورمته بحال هذا من بعيد تبان لك فيه شي ريحه. شوف ريحتهاش ريحه عرق ديال صيفيات كحله، ولا ريحه عرق تيشيرت فيه طبعه، ولا لي ريحه عرق ديال ما مدوش وراش الريحه وعرق شي عاوتاني بداك التيشيرت الله اعلم تشم شي ريحه. تدوي علينا حنا تقول لي عنده دراري متبعينو كياكلو المعجون، مالك حاقد على المعجون مالك؟ حد خوك مسكين فقد الوعي البصري ديالو ديال المخ بسبب المعجون ولا مال المعجون؟ راه خوك هذا كان كياكل كامل المعجون كان كياكل غا واحد الطايره كيديرها ليه في الماري تا جيتي كتسب الدراري مساكن ما دارو والو غنمشي خوشين واكلين المعجون ساكتين كتسب فيهم بزازلك بحال ديال البقرة. لا سير خويا الله يسهل لك سير 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 ترفق الجهد سير تقود صاحبي سير ولا غنديكلاري بالزمن بوك يلا سير ولا غنديكلاري بامك انت كتقول لي ما داك ياكل المعجون هذاك راه تشهير هذاك ابو البزيزل هذاك راه تشهير واو ندور خصو في هضره هذاك راه تشهير اللي كنتي كدير البارح فاش ما عرفت كنتي شارب شي فين يدي الناس وما تمقرب سير يا صاحبي سير مرق على كرك. قال لك الكاراتي والله تا يعرف ينقزو دقات لي الشوكة في الدار الدراري شي قال لك دق لي الشوكة في الدار من هاد صحاب المنس فيزيك صافي ضل عاوجة الى يوم يبعثون سهيل راه دابا هو كان دقت لي الشوكة في الدار في الامارات هز الشورط صافي بيكورات مقودين بعدا كيبدا يمشي لك الصوت شي حكيموفيتش كيبدا يتحول لك الصوت لصوت حجيب بشويه شي حكيموفيتش ولا كيديرها اغاني مور في سطوري ما كيدويش كيديرو كيبدا يمشي لك الصوت كيبدا الظهر عندك اللور كيبدا كيخوى طار كلشي كيخوى هذاك الشيخ ما خدامش اصاحبي كان خدام كراني انا كنتريني راه مسالي راسي ندير لاصال هنا ولكن عارف ديك البيكورات بغيت تقارن مع بيكرامي بيكرامي هو وجبه وحده ديالو حاكي بوفيتش فيها البروتين ديال الشهر ديالك انت الشهر ديالك هو وجبه ديالو هبيبو هبيبو كيجبدو كياكلو كيديماجي ليفربول فيها البروتين ديال الشهر ديالك انت كتاكل ليا في الضواحي وبارك تاكل ليا في الروز ديالك ديال الصليق راه الناس كتاكل الروز بسماتي هو ديال المتابة كضرب ليا في الروز بالحليب وكضرب خدمتك اصاحبي هاد الفورما عندك ما تخدمش بها حتى فيديو في بوا قصيور انت كدوي كدوي على الرجال وما كتنتميش ليهم اش قربك انت اش دخلك لسوق الرجال اش دخلكم هو هاد القحاب لسوق الرجال نتوما انت داخل بعد اللي باغي دوي البولفار كلشي ولا باغي يدوي فيه حتى واحد ما عارف المورفين اللي شاف الجريمه هو اللي شاف الجريمه ودابا باقي مدهشر باقي مشوكي باقي ما عاودش المورفين هو اللي شاف الجرائم اللي طراو حيت عنده نظره كبيره شاف الاغتصابات اللي طراو كنعرف ان ثلاثه الدريات تغتصبوا في تويتر دريات كنعرفهم ثلاثه تغتصبوا جاوني كلهم دم في تويتر كيدويو معايا الياس اغتصبونا الناس الكازا اغتصاب
اللي اغتصبت اغتصبت اللي تخطبت فاميليا بقى الدور تما تاع المقرب لها كانت معاش مشات بغات هي مشات البلاصه ديال الاغتصاب وما تاع واحد المقرب لها كلشي تغتصب دراري تغتصبوا لي فان ديال طوطو تغتصبوا وهما بغاو يتغتصبوا شي وحدين بعد المحسوبين على لي فان ديال طوطو هما مشاو لبلاصه الاغتصاب لي فان ديال طوطو واش تم لاقي لي فان ديال طوطو مع لي فان ديال دولي بران مع لي فان ديال المورفين مع لي فان ديال ايغيدر مع لي فان ديال الرائد تخاش شنو هو هذا الشعبي وما داروهش الشعبي وما جابوش صنهاجي وما جابوش حاجي نتوما جيبي لي دولي بران مقرقه بلا باش صيرفيطه مزيره تشرقت لي طلع بشورط جيب لي المورفين مصمك ما عارف راسو واش كيدير في الدنيا جيب طوطو مصمم شاد الخرش هاد البولوار طلعوا لينا البيك بقاو طلعوا البيك اقسم بالله كون عليا انا هاد ليسين بقاو طلعوا البيك حليوه كيطلع ما كيبانش هاني بو انا سمعنا حتى في يوتيوب مزيان بكاسك ديال 3000 درهم غنسمعوك في الصين حتى تبارك على بوز فلو لا انت لا هو حتى بوز فلو حتى ماشي ديال ليسين صافي سير شومبر مظلامه وفودكا ونغمني خويا جاوي صافي سير نغمني ما يطراش لك بحال المورفين مشات تما ولا مبور مبيضك ولا مشي لي اللي بقى مبوله ولا انت اخويا بوز شي اشترا قدامك ما تمشيش للبولفار ما انت خليك الدار صاحبي السوديو اسمع ليا الاهزيز اخويا ديال العصافير في ايموزير ومكونسونطري مخيبر راسك وبقى تعطينا التراك صافي بحال راغنار اما غتخرج غتبغي تعيش هاد القوم خايبه صح قوم خايب غتمشي وين زا صاحبي هو طوطو راه كيتغمزوا في السوليوات الدنيا باطمه وما دارتهاش ولاو نقابات من الاحسن بنادم ينعزل لا في السوشيال ميديا لا في حياه لا في دراسه ديالك لا في خدمه ديالك لا في سبور في والو بحال انا في والو منعزل انت عارف بان ما بقاتش ديك العشره ديالي بقاش هذاك الانسان اللي والله ما نخدم راسي وما نمشيش للبودكاستات انا بوب الكديري عرفتي اش كان باغي يدير ليا قال لي جا الياس البودكاست عندي كان باغي يدخلني يدير ليا بودكاست ووسط البودكاست يدخلوا عليا التوار ويخلي التسجيل انا ما عرفتش واش غيخلي ولا ما غيخليش المهم قال دخل قال لي مثلا كان باغي يضقني واش هو سوايل في تنيس نهار كان وقف عليه حكيموفيتش وقف عليه حكيموفيتش وما دافعش عليه قاد براسو كيخلص في الطاكسي ويجي حكيموفيتش هو هز سوايل دابا حكيموفيتش قصيور حتى شوف دابا حكيموفيتش قصيور ويجي كوي ديال سوايل ديال اللي عاد لي هزو ويعاود يحطو سوايل ويش الشكاره ويدور ويمشي صافي هاد بوب القديري ما حماش على سويد من حكيموفيتش حتى شي حامي عليا انا من التوار ديال كازا والله ما خويا صوب الطواجين بزويته ديال الكيف كليتو جبت المايده جبت عيطت للدري صاحبي جاب لي الماتيريال جاب لي واحد الميكرو ديال السيندرم صافي درت انترفيو ضرب 100 كا الهضره وصلت فلوس وصلت لعائله مارك ليون وبخير واللي غيدخل عندي البؤره ديال سومايا هذيك اللي كان حاكم اسكارفيس اللي غيدخل ليا غنحسك لمركابي قبل مرحبا راسوني ليا فاش كان جاي هو باقي بعيد مني بكولومبيا كنقول ليه راه زيد راه كنشوفك في الكاميرات كنقول ليه كلابس تحلو الصوره كيقول ليا اه كنقول ليه زيد حتى ضو كان في الكاميرات مراقب انا عندي مراقب حتى هاي شناهي شناهي هادي شو الخيط فين غير هادي شاده 16 جهه جديده 16 بلاصه شاده في جديده هادي هاي كانت عند العقيد اللي مات القدافي هاي كتحط هنا صافي هي كتبان لك هبيله فهمتي كتبان لك مورفين ولكن عطيه لان ستريم مزيان فهمتي عطيه عدو مزيان شوف فين شاده شوف شاده في بؤره بانوراما دابا بانوراما 16 جهه كنشوفها البوليس بعد المرات كيستعنوا بيا كيستعنوا بصديق البوليس بعد المرات كيستعنوا بصديق كيجيو عندي كياخذوا شي لقطه نقول لهم ما تخرجوش لا زون محكومه وي خويا علاش عمر شي واحد من الدنيا ديما كيجيو يقلبوا عليا دوك حيت انا ضريف ما نضاربش كيقلبوا عليا ما كيلقاونيش كي جبت الكاميرا بحال هكا كنهبط شعري بحال شي صيني بحال شي ياباني بحال هكا نديرك ولابس قميجه
كنهبط الماكينه كنشوف الساعه كيبان ليا واحد هنا واحد هنا كنمشي ندوز من البلاصه اللي ما فيهاش بنادم ما نكون نتسطى والله ما نخرج على راحتي بالله دارس امور انا شي الفلوس انفيستيتها غير في هادشي ديال الحمايه ليا عكس ما دار القذافي بقى كياخذ الذهب وبقى كياخذ هادي وكياخذ هادي وفي الاخر شدوه الثوار ولا مسكين ميت موتا مبيضقه ما يعني غيجوكش باي باي الحياه ديك العياقه ديالك وديك التهورات وديك شي باي باي على الله داك الشيء صافي سالينا فهمتي بحال شي واحد تتغترك في التران وما بقيتيش غتجي قطع على لي وضربك فهمتي وما بقيتيش تشوف قطعت صافي مشيت قطعتي على لي ومشيتي ما تجيش انا لا انا الفلوس كنشدها ناخذ كاميرا ربعات المليون ناخذ بيسي اللي عمرني ما وريته لكم ندير المخابرات ناخذ ب 11 مليون ناخذ لي زيات ديال الكارد كوره ديال بوتين غير باش نحمي راسي وباش نبقى ما تقاس راه كازا عيرتها كلها ودخلت وسطها وما تقاسيتش اصاحبي اس فيرا البارح كنت اصاحبي واكل فيها لاطه السرديه كذاب انا كذاب صافي كذاب واحد كيقول لك كذاب واحد الصباح دخل الفيسبوك بقى كيخربق فيه حتى ما عرفونيش وما يقولوا لي يعطيني كود كونيكسيون كتبت المود باس قالوا لي لا راه كود كونيكسيون قال لي حتى داخل الصباح اش كدير لنا اقسم بالله مشى لي فيسبوك الدراري انستغرام شوف فيسبوك مش قالوا لي ماشي انت كتبت لهم واسي محمد كتبت لهم المود باس ديالي الياس 2014 جنة باي باي عطيتو قال لك لا حنا ما بغيناش المود باس حنا بغينا كود كونيكسيون ما عنديش الكود كونيكس ما عرفتوش ما عرفتش الكود كونيكس ودابا الفيسبوك باقي ماشي ليه في جروب في السينا الحياة كبيرة ترى ما تقولش هضروا لي على شي واحد اللي كيكتب حنا راه كنبانو هنا صح والسادة دوي لي على واحد عنده باج صاحبي غندوي معاه هنا وانت دابا كتقول لي دوي مع روبو ديما بقى دوي معاه تجاوب مع روبو روبو راه غير روبو راه غير كاين تربص اعدادي كيقول لك حمد الله ما عيطوش لي حيت فيه ريحه السردي كاين السبعاتون رابور حنين البنج كيضحك صافي غير هذاك غير روبو الا نسيخه ما يقدرش يطلع يوري وجهه ويدوي ما نقدرش نجاوب معاها صح وش واحد لا يتقن حروف الجر غير الكشبه كيخطا غنجي غندوي معانا راه شكيت في انا ديك الباجا روبو نفس الجاوي في الكومونتيرات نفس الهيت نفس نفس الهيت لا وما عرفناك لابس طاشر واقاصي ما عرفناك مضمون دي برات صغير سكر على برا ما عرفناك فين تتبان ورينا وجهك علاش جينا هضروا كي صاحبوني جاي من واحد الجروب دابا هما كانوا مجموعين في واحد الجروب في ليامات ام اس ان ما عادش يقولوا لي جروب الفقراء ولا هما كانوا كيصاحبوني انا كنت تما وهما عد بالهم بحال الشلوح شلوح راه ماشي هما السكان الاصلي والمغرب راه دكاله هما السكان الاصلي والمغرب ولكن بالشلوح حيت ما كانش عندهم ترونسبور وما كانش عندهم باش يمشيو ويشوفوا واش كاين برا كيصاحبوا راسهم راه هما الاولين اللي جاو المغرب هما راه غير ما شافوش راه بان راه كاين واحد البلاصه سميتها دكاله فيها ناس هي وخدات بان الامازيغ هما الناس هما الاولين اللي قراو هما اللي وصلوا للعين في المغرب وخدات بانهم السكان الاول والمغرب ما باش زيد انا كتصاحبو كركم انتما اللي كاينين فهمت انا القواده ديالكم دابا نتوما كنتو في واحد القريه صغيره كنتو كتقولوا راه حنا اللي كاينين مني شو واحد اللي طلع فاتكم بديتو تقولوا راه كان معانا وقيلا دالينا كودات تاش ندير لك كودات هاد القحبه تاع دافيتشي ندير لك كودات نحل بهم بنكه في اسرائيل زعما البوك طلع وري وجهك واجي ودوي طلع نتحاورو طلع وريني نشوف لامك في جبهتك شوف لامك في جبهتك وتحدارها طلع زعما البوك عقلو عليها نهار غيطلع معايا شي صابيري ولا شي واحد من هادو اللي ندار معاهم غنشوف ليه في جبهتو غيحتر عينو داكشي غريزي قادرش زعما البوك يا ولد القحبه بيتك من زوجاج وكتشير على الناس بالهضره سير القحبه امك سير انت باقي خدام باقي خدام يا ولد القحبه في الكابلاج قرن العشرين هذا واش باقي شي واحد خدام في الكابلاج واش باقي شي واحد كيلبس غاتش غاتش كبير صباطو كيمشي يشد ترونسبور وكاين خدام في الكابلاج يا ولد القحبه لي يدك فيها التراب باش كتكتب في ديك الباج وتجي دوي عليا انا
حتى واش مسطي علاه وراك الا نسيخه كتسمع هذوك الرجال الكبار اللي خدامين معاك في كابلاش كيقولوا ديك الهضره وكتبقى تكتبها ها الحمد لله ما عيطوش لي حنت في ريحه السرديل سير راك فهمتي يا صاحبي سير راك تفاش كتمشي داك البوز قلتي هذا كان كيضحكني اش هذا القلي هو هذا مالو جاي كيكركر حتى واش هذا مالو جاي ولا القحبه جاي معنقني فاش كان كيضحكني ما كان كنضحكش انا كان كيبان لك حتى شي ضحك وانت ضحكه انا كنقول هضره ملي كنطلع وكنقول لك في اقليم دوكا لاعب دا كاين 24 مدرسه هادي قال لك داك المقاول داتي اللي ضل يبكي ولا القحبه في فيسبوك هذاك داك الباج ديال المقاول قالها باش نجي نطلع نقول لك بان ديك الدريه اللي انت كطردها من المدرسه ساعه وكتخرج تقدر ديك الساعه تخرج لي على 50 عام جيه من حياتها واش عمر شي واحد طالب بامن تعليمي بوليس خاصين بالتعليم بوليس خاصين بالمدرسه يوقف وحده المدارس كاين الناس ما خداماش كاين الفلوس الحمد لله في المغرب علاش ما نديروش بوليس ناس ما عندهاش بحال انا انسبكتور نخدم في مدرسه نحمي التلاميذ ونعرف اش كاين ونعرف اش كيديروا ونتابعهم ونعطي تقارير لوالديهم ونستدعيهم ولا دعى الامر نشدهم في الحبس واش عمركم سمعتوها الدول المتقدمه باش وصلت اليابان الالمان كوريا الايجيبت امريكان كود افريكا هاد المدن الكبار باش وصلوا راه وصلوا غير بهاد البلان ديال كدير بوليس للتعليم حتى واحد كتخرجوا هو كيسكن في كازا وتا كطردوا من القسم ساعه ديك الساعه راه كيمشي كيتبربق فيها دابا القاضي كيمبربق وكيشوف هاد الله ملي كتكون مسيطر على الدري حنشوف الدري او مثلا شي دوله وحنا حنا حنا ولادك راه حنا غير بحال نمشي بحال اللي دايره شي حديده ها وحنا كنكبروا خاصك تبقى ضاغطه باش كنكبروا حنا على قد ديك الدوله ديالنا وعلى قد داك النضج ديالنا كنكبروا على الدوله اشباغا ولا كنعرفهم ماشي كتمشي كتخرج كتولي دير كوريا الشماليه باش ناجحه باش ولاو كيصاوبوا كلشي ديالهم كينتجوا كلشي ديالهم سادين على البشر كاين لا حدود لا والو دخل كوريا الشماليه منين جيتي نتايا ما تصورش التلفازه ديالنا تفرج فيها الياس قال لك واحد الياس كيقول الهضره صحيح نتناوك تقول اخويا نتناوك تصيفط سبع في تيك توك صافي على ديك النهار داير لايف تيك توك داير لايف تيك توك ودار ليهم داك اللايف الكاعي نضحكك واش فهمتوا ديك الكوميديا ديال الصابر اللي كيدير انا الكاعي نضحكك انا دابا انا ديال بلاد فرنسا ديال ما صبوا الصباح هذا قود الكاعي نضحكك هذه كيديرها هو و لك اش يقولوا لي صوصو حتى هو الكاعي نضحكك هاد اللعيبه ضحكه ما بلانش تا الكاعي نضحكك كلشي علاش ما كنبغيش نبقى نجاوب معاه سير دير داك الكونسيبت ديالك في النيمو تتابع الدانانيرا ولا القحبه بحال صوفيا طانوني تابع الفلوس جيتني كلينا حنا المورال وانت كتدخل في الفلوس يا ولا القحبه من النيمو كتصيفط لبوك كتصيفط لامك كتصيفط لهداك كريم اللي طايع لك هذاك اللي كيسكن تا هو في فرنسا راه معاه واحد الغلايط بان لي راه معاشره مع طوطو والنقابه يا ولاد القحبه نقابة كتهضروا على حمد الله حمد الله يا ولاد القحاب نتوما راه من قاسم مشترك من سباب ديال حمد الله علاش ما جاش المنتخب راه نتوما دايرين النقابه اللي مديوها على حمد الله فنيم وما باغينش بنادم يتزاد عليكم وديروا في دوك الجروبات وتهضروا عليه وفي تويتش نمشي عاوتاني وين زواق دابا راه كيقفقف في الطابون زواق دابا راه كيقفقف راه يخرج بلا سروال راه غيشوفني انا غنجي نستريمي في تويتش راني ري مصيبه راه خايا سكنت حداك فهمتي روينه هو كيشوفني هكاك ما عندنا ما نديرو ليه شحال من اللي هو اللي كيشوف القران شي حاجه اللي والو حتى هو دابا هو كيشوفني هكاك هو لاحدني دابا هو من هذوك اللي لاحديني واخا انا نكون واعر وانا هو غنبان لي خايب انا ما عنديش مشكل في هذه القضيه زعما انا ما كنعارضش باش الناس تكون متحملنيش ولا انت هو اللي حدني واش الناس كاينه الله كتكرهو علاش تغتسنى خدموها بعقلكم ما عندي ما ندير
خلي نفاو نضحكو حنا وياه وانا عارف اش كي واحد خونا قال لك نمشي نتفرج في الويدات سير تفرج في الويدات سير ويدات تحمل الوجه ما اقول ليه وش ويدات تحمر الوجه ويالهم قاعدين نسكن نتفرجوا فيها واحد بغا يجي يتفرج يتحسوني هو ونجم موت شو البارح صيفط لي ميساج والله ما كرهت كون كان تاعو الصوت مزيان هوس قام واو راك نطلع فيها هذاك راه ما دايرش الميزاجور غيكون ما دايرش الميزاجور عرفتي داك الدر هذاك وجه الفرعون تعرفش عرفت وجه الفرعون الصغير هذاك هو اللي خاص يسميو عليه فرعون ناجي الكازا حيدو فرعون الاخر وسميوه لهذا وجه الفرعون هاك راناش نطلعو نشوفو واش مخو صوت ما كاينش الدراري راه فاش كنبغي نطلع شي واحد كيطرا هاد الخرا هاد القلاوات المشكل في الصوت اخويا مابقينا فاهمين في وجه فرعون تا سير دير الميساج وتا سير ما غيعرفش يدير الميساج داري ام بي 1 فينو او ام بي 1 لك راه نطلع ام بي 1 فينو ام بي 1 ما كاينش اخويا ام بي ام بي 1 هبل هو كان بعقله اخويا ام بي 1 هبل مش كان بعقله مش كان عنده ترى تشوه في المخ تعرف شنو تشوه في المخ المغرب راه ما عارفاش هذا المرض هذا راه مرض كاين في الدول المتقدمه اللي تيكون مريض مخ وكيتسمى تشوه في المخ بأن هذا مخه عنده فيه تشوه هل تشوه في الوجه تشوه في الرجل تشوه في المخ سبك السياحي مشكلة هذه الوضع أنا عندي شي مشكل في الطلوع الدراري عندي شي مشكل في انستغرام ما كيبغيش يطلع هات شو والو عم بغي نطلع لكم الكومنتار ما غيبغيش يطلع كاين شي مشكل
دابا كاين شي مشكل وما عرفناش حتى الصوت واش كاين ولا ما كاينش. ولو يقول لك حتى لا ما بقيناش غنطلعوا لك ثلاثه وبعدا حنا باغ نطلع طلع فيهم شي وحده والو حتى واحد ما طلع. سبك سي يحيى خلي السياحي يسب دير الميزاجور الانستا. الحمد لله واحد قال لي مات لك التفاعل اخويا الحمد لله ما ماتش لينا راه بعد لك خوت في 5 مليون اخويا راه واحد مسكين راه كيمشي كيربي واحد 200 حمار 200 حولي وكيبقى يوكل فيهم عام ولا نص عام وكيتسنى تجي الرحبه يلا كيربح فيهم مليون جوج المليون كسير شناق. انا كنت درت عام طلع ليك 300,000 ولا ما عرفت شحال بعته ب 5 مليون وطلعت وقلت لكم راني بعته ب 5 مليون اش غديروا صافي نتايا راه غادي تبقى تفرج فيا تبليتي دروك بعت لكم دروك وعاوتاني غنديرها وغنمشي لتويتش انا شحنت لكم واحد المرض في عقلكم اللي هو انا وغنمشي لتويتش وانتم مهلوسين بيا وغنبيع تويتش وغنعاود نمشي للانستغرام وغنبقى نبيع الانستغرام وهذا هو الفرونسي صافي الي سويتش بعناه ب 8000 درهم بقاو لبتني واحد القحبه في تركيا هذا دقينا القحبه في الامارات 5 مليون صيفط لي السيد بنك من تايلاند فلوس بعدا خديتها بوكر صرفتها خديتها بوكر بعدا 5 مليون عطيتها الكونت قلت لك شدي سيدي شدي قلت لك سيدي دي مشات هذا ما توصل 10,000 لا بل بغيت نبيعو لا تساوي 2000 درهم خويا ام بي وان مهبلش راه كان هبيب صافي طاح ام بي وان هل بحال اللي قلت لي التوفيق طالوني زملت اييه يا كان زملت واي زامل فمو خنز الحمد لله كينزل عليه واحد الغضب بحال صوفيا طالوني واخا عنده الفلوس ولكن فما خانس خدي اللي دار كنت الله راه يمهل ولا يهمل واش عجيري خويا الموت كي داير بخير والله الا كلشي في عمل اخويا نقدرش نبان راني متمن من البارح على اخر يلا فايق الله يجعل فايق بالله العلي العالي وانا الموت تمشي كي راه كتخاصم انا وياه الدراري انا ما عنديش شخ وما درت والو الله العلي العظيم موت شو هو واحد الانسان بحال مرحبا حتى هو قلبه بيد دابا راه باقي ما تصالحناش هم صالحين ما على نسينا داك الشيء كاين واحد الناس بحال كاين واحد الناس بحال هادو ما كيعقلوش صافي هو عايش كينسى داك الشيء اللي طراو زهايمر هذا كيتسمى بخير عايش واش خبارك الموت والله الا لقيتيني كنضرب مقار واش رجعتي خدام في الفيلم اللي كنتي خدام فيه ديال خويا خدامين على كرامات درنا واحد البرويا حنا خدامين عليها خويا انت يا بحال بلا العقال واحد الايامات وليتي داير تما الغنم الكلاب خويا والله تا داك 3 شهور 8 شهور 4 شهور ولا 5 شهور الخدمه راه ضربنا فيها